السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا بفيديو جديد معاكم احمد خالد. النهاردة جايين نتكلم على نسخة يو اخر اصدار. النسخة بصراحة جميلة جدا وبإذن الله هتعجب الجميع بدون اي مقدمات وبدون اي كلام ملوش اي لازمة. يلا ننتقل للشرح على طول. ديت الواجهة الاساسية بتاعت النسخة، يعني اول ما هتفتح النسخة هتفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه ده، وبعد كده بقى انت بتظبط الاعدادات بتاعتها على حسب ذوقك. هنا عندك وضع الطيران وعندك الايقونه يعني بتاعت وضع الطيران والايقونه بتاعت المظهر الداكن او الدارك مود. خلينا نخش على الاعدادات الرئيسيه بتاعت النسخه اللي هي الاعدادات الاساسيه مش البلس، وبعد كده نخش عند الدردشه. هنلاقي هنا المظهر برضو تقدر تخليه داكن بالشكل دوت وتقدر تخليه فاتح بالشكل ده. فالنسخة فيها ميزة الوضع الداكن والوضع الفاتح. هنا الاصدار بتاعها 2.20.194 يعني 93 عفوا. هو الاصدار غريب بس هو اصدار جديد وحديث وهيشتغل على جميع الاجهزة، انا متأكد من حاجة من دي. هنا المجموعات والمحادثات كل حاجة لوحدها تقدر تظبطها برضو على حسب ما انت عايز. هنخش عند اول واحدة فوق خالص FM مودز، هنلاقي ان هنا اول حاجه الخصوصيه تقدر هنا بقى اخفاء اخر ظهور، منع حذف الحالات، منع حذف الرسائل، الكلام ده كله. عندك هنا برضو اللي هو اظهار الصحيحين الزرق بعد القراءه. عندك هنا بقى السمات، اول واحده تحميل سين، تاني واحده تطبيق سين. فاحنا هنحط دلوقتي سين نشوف النسخه هتبقى وضعها عامل ازاي مع السين اللي احنا هنضيفه. يعني زي ما انت ما شايف كده مفيش اي مشاكل، كل حاجه تمام، بس محتاج شويه تريكات بسيطه كده، يعني حاجه بسيطه قوي يعني. فخلينا برضه نخش نظبط كده الدنيا مع بعضينا. هنخش برضه عند FM مودز اللي هي اول واحده، بس نكمل بقيه الاعدادات بتاعتنا. عندك هنا الكل سمات جميع الواجهات. هنخش هنا عند الاعدادات بتاعتها، اول واحده فوق اللانجوج، ثاني واحده ديت اللي هي زياده تحويل الرسائل، زياده حد تحويل الرسائل، وهنا ارسال الصوره بوضوح يعني ارجع تاني، وهنا مشاركه صور بلا حدود يعني ارسال الصوره بوضوح عالي ومشاركه صور بلا حدود، يعني تقدر ان انت تبعت صور كتير وتقدر تبعت الصور بالكواليتي بتاعها الاصلي. هنا هنحمل الايموجي بتاع الايفون كده، التحميل خلاص خلص معانا اهوت. يعتبر هنحول الايموجي للايموجي بتاع الايفون اللي هو والد واتساب اي او اس. وهنا هنختار تغيير نوع الخط، هنخليه برده بشكل الايفون اللي هو العربي، ايفون عربي برده وضع الاي او اس تمام. هنرجع تاني ونكمل بقيه الاعدادات بتاعتنا ونخش هنا مثلا عند الشاشه الرئيسيه. ديت الاعدادات بتاعت الشاشه الرئيسيه. عندك اول واحده فوق خالص البار العلوي. البار العلوي ديت بقى تقدر تختار منها الستايل بتاع البار العلوي على حسب ما انت ما حابب، يعني مثلا ممكن تخليه اي او اس فيبقى بالشكل ده، تخليه اللي فوقيها يبقى بالشكل ده، تخليه اللي فوقيها اللي هي الاي او اس تبقى بالشكل ده، بس انا عايزها المره دي تبقى بالشكل بتاع الاي او اس فهسيبها على الوضع ده. هنغير برده الستايل اللي تحت لو عايزين ان احنا نغيره بتاع الانستجرام، الستايل بتاع الستوري بتاع الانستجرام زي ما انت ما شايف كده. لو انت عايز ان انت تغيره انا هسيب مثلا الستوري ده، بس انا بوريك الباقي كله. هسيب مثلا الستوري ده زي ما انت ما شايف هنا. هنا عندك فصل محادثات عن الجروبات، انا هلغيها خالص. وضع اسمي بدل كلمه واتساب انا برده هلغيها، هسيب كلمه واتساب. اظهار ايقونه الوضع الليلي واظهار ايقونه وضع الطيران انا هسيب الاثنين ظاهرين. عندك هنا بيقول لك ايه، اضغط على كلمه واتساب لاخفاء المحادثه، يعني انت لو دوست على كلمه واتساب ديت مفعل الخيار ده وتدوس على كلمه واتساب مش هيفتح لك النمط علشان تظهر المحادثات المخفيه تمام. عندك هنا الاسطر تقدر برده تظبط في الشكل اللي انت عايزه، انا بحاول برده اظبط لك الشكل على حسب ما انت ما يعني هيعجبك، يعني فاهم. انت لو بصيت في الاخر هتلاقي الوضع هيعجبك. ديت الستوري لمده 5 دقائق، تقدر ترفع فيديو ستوري مدته 5 دقائق. خلينا نكمل هنا تاني. هنا شاشه المحادثه الاعدادات بتاعتها برده كامله اهي زي ما انت ما شايف، مفيش اي مشاكل في الاعدادات خالص. اول واحده فوق خالص البار العلوي برده نفس النظام زي الشكل بتاع الشاشه الرئيسيه، برده البار العلوي. هنا هنختار برده الستايل بتاع البار العلوي، تقدر تخفي الحاجات ديت طبعا كلها، الايقونات، الاسم، الكلام ده كله تقدر ان انت تخفيه. خلينا هنا نخش عند ستايل البار العلوي ونخليها تاني واحده فتبقى كلمه اونلاين في النص تمام. هنا الفقاعات وعلامات الصح، هنصغر الخط شويه. اول واحده فوق خالص اشكال علامات الصح، تقدر تغير في الشكل بتاع علامه الصح تخليها بالشكل اللي انت عايزه. وعندك هنا شكل الفقاعه اللي هي الشكل بتاع الشريط بتاع الكتابه اللي هو المكان اللي بيبقى موجود فيه المسج تمام كده تمام. عندك هنا برده الصور الغيها كلها لان ديت بتبقى شكلها مش مستحب. وعندك هنا ستايل المنصه السفليه، تقدر تختار الستايل اللي انت عايزه، بس انا يعني لو انت هتستخدم السيم اللي انا هسيبه لك بفضل اللي هو الار سي اي او اس 11 تمام، ار سي اي او اس 11 تمام. لحد دلوقتي كده كل حاجه تمام. هنا خيارات اكثر، ديت تقدر تعدل على الالوان يعني، بس ما تلعبش فيها يعني، سيبها زي ما هي على حسب السيم اللي انت ضايفه.
خلينا نخش مثلا، طبعا ديت النسخه مش متعدله من تعديل اي حد، دي نسخه تعديل صاحبها اللي هو فؤاد، يعني النسخه مش تعديل اي حد غير فؤاد، يعني فؤاد هو اللي عامل النسخه دي مش شخص تاني. هنا برضو عندك في الخصوصيه اعدادات المكالمات ممكن تعملها ان محدش يرن عليك نهائيا على الواتساب زي ما انا ما عملتها كده. لو دخلنا هنا عند تابع اخبار المطور، تابع المطور لاخر الاخبار، ودخلنا عند شكرا لي، هنبص هنلاقي ان قائمه الشكر كلها لفؤاد والناس اللي تبع فؤاد، طبعا يوسف الباشا ومش عارف مين والكلام ده كله. يعني النسخه مش من تعديل اي حد مصري خالص، النسخه من تعديل المطور فؤاد. تمام، ده الشكل لما خلصنا النسخه زي ما انت ما شايف كده، يعني شكل مميز وشكل جميل جدا كمان. دوت الايمجي اللي احنا اخترناه زي ما انت ما شايف كده، ايمجي الايفون اللي هو الوضع بتاع الايمجي بتاع الاي او اس. ممكن برضو تغير في ديت بس انا ما حبيتش اغيرها، يعني خلينا زي ما احنا. خش هنا عند المجموعه، عندك الاعدادات بتاعت الخصوصيه بتاعت المجموعه، واعدادات المجموعه برضو كامله، تقدر ان انت تظبط كل حاجه انت عايزها، تظبط كل حاجه انت محتاجها وكل حاجه انت عايزها في النص زي ما انت ما شايف اهوت الايمجي بتاع الاي او اس. لو دخلنا برضو عند الستوري في الجنب كده ودوسنا ان احنا نكتب ستوري، هنقدر برضو نغير الباك جراوند بتاعت الستوري من المكان دوت، يعني حاجه جميله برضو. هنا برضو الايمجي بتاع الاي او اس اللي هو بتاع الايفون زي ما انت ما شايف كده. خلينا نخش على الوضع الدارك مود، دوت وضع الايفون في الدارك مود زي ما انت ما شايف كده، عايزين برضو نظبطه شويه تظبيطات كده جميله. هنخش برضو عند اول واحده وبعد كده الشاشه الرئيسيه، وبعد كده هنختار من الشاشه الرئيسيه ديت البار العلوي زي ما عملنا من شويه زي ما بالظبط كده، وهنختار ستايل البار العلوي، هنفعل ستوري انستجرام نخليه بالشكل دوت، ستايل البار العلوي هنخليه الاي او اس، هنفصل المحادثات عن الجروبات. الحاجات التريكات اللي عملناها في اول الفيديو ديت هنعملها تاني علشان برضو نشوف التوتال لما يبقى الشكل بتاع السيم اللي هو الدارك مود. يعني انا هسيب لك السيمات دولت برضو في المقاله، تقدر ان انت تحملهم هيعجبوك جدا جدا جدا. تمام زي ما انت ما شايف كده كل حاجه تمام، كل حاجه 10 على 10. هنا الفقاعات والصح برضو نصغر ديت شويه زي ما عملنا من شويه، يعني نرجع بقى نشوف التوتال بقى عامل ازاي، الشكل النهائي بقى عامل ازاي زي ما انت ما شايف كده. حاجه جميله وحاجه مميزه جدا واسلوب بسيط وشكل جميل. لو دخلنا عند المحادثه هنلاقي ان الشكل برضو مميز ومش معقد يعني، فاهمني؟ دوت الايمجي كامل اهو، مفيش اي نقص في الايمجي، مفيش اي مشاكل، ما بتتحرقش من اي حاجه، ما فيهاش اي اخطاء نهائيا، مش هيجيب لك ايقاف الواتساب او الكلام ده كله. النسخه مش هتطلب منك تحديث لمده 10 سنين قدام، يعني بعد 10 سنين قدام باذن الله ربنا يدينا طول العمر مش هتطلب منك تعديل. لو عملنا هنا ريكورد مفيش اي مشاكل، النسخه ما فيهاش اي مشاكل، ما بتتحرقش من الريكوردات دوت بالنسبه للاندرويد 10. والستوري برده نفس النظام، ما بتتحرقش من الريبلاي على الستوري، يعني حاجه كده من الاخر يعني زي ما انت ما شايف اهو مفيش اي مشاكل، كل حاجه تمام. الستوري برده اهو مفيش اي مشاكل، يعني انا شايف ان لحد دلوقتي كده يبقى كل حاجه تمام، كل حاجه 10 على 10 مفيش اي مشاكل نهائيا. عندك هنا برضو ارسال رساله الرقم غير محفوظ، ديت بنستخدمها في ايه؟ ديت لو عايز تبعت رساله الرقم انت مش مسجله، يعني رقم انت مش مسجله عايز تبعت له رساله بالشكل ده، بس هتكتب زائد 2، يعني مش زائد بس، زائد وبعد كده رقم 2 زي ما انت ما شايف كده، هتدوس مراسله فيبدا ان هو يدخلك على المحادثه للشخص اللي انت عايز تكلمه زي ما انت ما عملت بالظبط كده اهو، دخلني الرقم اللي انا كتبته، يعني حاجه كده جميله، يعني حاجه جميله جدا 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 بصراحه. الشكل بتاع الستوري بتاعها جميل، كل حاجه فيها جميله لحد دلوقتي كده. انا شايف ان الفيديو بتاعنا الجميل دوت كده يبقى خلص. لو انت اول مره تشوفني ولو انت اول مره تشوف فيديو ليا، ما تنساش لايك للفيديو، ما تنساش تشترك في القناه، تاخد لك جوله جميله كده جوه القناه. نشوفكم في فيديوهات تانيه جايه كتير، والسلام عليكم.